امبارح كنت في زيارة للجليل، لأخوتنا في الجليل، الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية أيضا، وكان عندي محاضرة عن الفئات التي ترفض تعميد الأطفال، الفئات التي لا تعترف بالكنيسة، الفئات التي تنكر بطولية سيدتنا مريم العذراء الدائمة، يعني بالعربي الفئات المعمدانية أو المتجددة وغيرها. وأفضل تفسير للمحاضرة اللي أنا قمت فيها، خلينا نقول إنه محاضرتي كانت بدي أعطيها أنا كعلامة من 100 بدي أعطيها 3% فقط، أما بدي أعطي 97% للناس نفسه اللي حضروا المحاضرة. قالوا لي ما يلي، قالوا إنه في على الأقل 2 من قرى الجليل، بديش أذكر اسمهم لأنه في تصوير وفي شاشة، أجوا دعاء معمدانيين بسموا حالهم متجددين إنجيليين، تعرف الأسامي دائما، نوعا ما مدعومين ماديا، ومش بس ماديا بل كمان سياسيا، حطوا في مخ هالبشر المساكين، واعتقد انهم من اشقائنا الارثوذكس، غير الممارسين، غير المطلعين لا على الكتاب المقدس ولا على تاريخ الكنيسة، ولا بيعرفوا إشي عن هاي الحركات أساسا، هاي الحركات المعمدانية. إذا كان في زي ما قلت لكم ناس كاثوليك وأرثوذكس، وقالوا لهم المسيح سيظهر في البرازيل. ذكرت وقتها مسلسل صح النوم تبع غوار، إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل، وإذا أردنا أن نعرف ماذا في البرازيل يجب أن نعرف ماذا في إيطاليا. بشر عندهم وظائف، على فكرة إذا في حدا بدنا نحطها على اليوتيوب، حتى إذا حدا عنده كلام مناقض لهالحكي حتى يكذبه رسميا مع وثائق. ولكن اللي بعرفه أنا علم اليقين حسب ما سمعت، وأعتقد أنه الناس اللي خبروني هم يعني أهل بلدة بأكملها مش واحد واثنين، أنه نحو 50 بني آدم تركوا فلسطين، سلموا راحوا على البرازيل هجرة، معناها محضرين لهم هناك، محضرين لهم مكان يقعدوا فيه، سلموا هوياتهم على مطار الليد، تخلوا إذن عن جواز السفر اللي هو جواز سفر إسرائيلي، وراحوا زي شيوخ الشباب على البرازيل. اللي كان منهم يكسب 5-6 آلاف شيكل، يعني خلينا نقول قديش 2000 أو 1500 يورو شهري أو 1300 يورو شهري، هاي هناك بشكوا بيبكوا انه ما فيش عندهم اشي. واحد منهم توفى هناك، العمر للجميع، والحكومة اليهودية رفضت انه جثته ترجع وتدفن هون. 50 واحد عملوا لهم ترانسفير، هذا الترانسفير اللي كان يحكي عنه أريال شارون، بذريعة انه المسيح راح يظهر وين؟ في البرازيل. وشو الكنيسة بتقول للناس؟ هاجروا ولا أثبتوا؟ بتقول للناس أثبتوا في فلسطين، أثبتوا في سائر الشرق، أثبتوا في البلاد العربية، أنتوا المسيحيين، أنتوا النواة الأولى لمعظم بلاد الشرق الأوسط، في فلسطين، فلسطين وطننا إحنا المسيحيين، مرتين، مرة وطننا إحنا ومرة لأنه وطن المسيح. شكرا لكم وشكرا للأخ المصور.